نحن مناح، كل شي تمام. أي ساعة بيجي على البيت؟ حسب. على الأغلب إمتى؟ أنا بطلع من شغلي متأخرة، يعني منرجع بنفس الوقت تقريبا. يعني بيجي متأخر؟ في وضع خاص بتعرفي، هالكم يوم طبيعي إنه يتأخر. بنتي حجج الرجال هي ما بتخلص أبدا. إلك مني نصيحة أم، كل ما قبلتي بشي رح يطلب منك شي أكتر. أنا كنت بساوي له. لا يا بنتي، ما حبيت أقطع لكم حديثكم. بتحبي تشربي شي؟ بشرب وحدة خفيفة بنتي. ابنك عم يجي متأخر على البيت. البنت كتير أكابر وما عم تقول. ابنك من يومين ما رجع على بيته. إذا ما عم يجي على البيت شو عم يعمل؟ نازك، الشي اللي ما بتقدري تقولي لكنتك اسألي لابنك وتركي البنت. يسلموا إيديكي بنتي. صحة وهنا. إن شاء الله أهلك تعودوا على اسطنبول يا بنتي. ماشي الحال. وإن شاء الله تعودوا على الصهر كمان. هني مناح هلأ، شو بيصير بكرة ما بعرف. بيتفاهموا بيتفاهموا، ما دام الإنسان بيحكي ويلي بقلبه عم يطلع طبعا بطريقة صحيحة، ما في حدا ممكن يفهمه غلط أبدا. أحيانا نطلب إنه ننفهم بدون ما نحكي وبدون ما نسمع لغيرنا، بس هيك بيكون في ظلم كبير بحق يلي معاشريننا. غريبة، نطلب من اللي بنحبهم يفهمونا حتى لو ما كنا عم نعبر عن حالنا. نستنى من اللي بنحبهم يعرفوا بلا ما نحكي، بس هذا الشي صعب كتير يا بنتي. اللي ما بيقول وما بيطالب بحقه وبيحكي اللي بقلبه بصراحة، الكل رح يفهموه غلط. أهلين فوندا. إنجي، أنا بحاجة لمساعدتك. خير، شو صاير معي؟ قليلي. أنا بالمغفر، تقدري تطالعيني هلأ؟ لا تخافي، أنا جاية فوراً وبطالعك أكيد. يلا تعي معي. عفواً لو سمحت، إذا بدك توقف حدا وقف هاد، حاول بالقوة يفوت على بيتي. بس يا آسي هذا بيتي. ايه بيتك، واذا يعني فيك تفوت امتى ما بدك. ما بدي اياكي ببيتي بقى، اطلعي اختي، ما بدي اياكي. لك انت رجال ولا مره جاي تشكي وتبكي من شان اجره 3 شهور؟ بطلع. شو ما في غير بيتك؟ خلاص حبيبتي انجي، خلاص. هلأ بقول للشباب بدبروا اطلاق صراحة فورا، لا تخافي. خلاص، لا لا ماني معصب، بس ليش انت هيك متوترة من شان شقفة مطربة؟ ما عم بفهم ليش مهتمة. أمرتني بالحضور معلم. مو أنا اللي عم بأمر، الست إنجي هي اللي عم تأمر. اتصلوا بالمغفر، خليهم يطلقوا صراحة يا البنت. أنت كمان روح دور لي وعرف لي مين هي البنت. تأمروا معلم. We'll be right back.
بصراحة ما خطر ببالي حدا غيرك يطال عني. شو يلي عملتي؟ ضربتي صاحب البيت؟ ما ضربت حدا، سكرت الباب، ضرب أنفه، كسر. العمر لإلك. الله يسلم عمرك. العمر لإلك. الله يرضى عليك. العمر لإلك. الله يرضى عليك. الله يرحمه يا بي. الله يسلم عمرك. صدق الله العظيم. ليش لحتى يطلعوا حفيدتي يا خليل إبراهيم؟ ليش؟ ذبحوها بسببي يا أمي، بس ما رح أترك اللي عملها يفلت بعملته.
يا وش عم تجي على البيت؟ بتوقف ورا قطاعين الطرق وبتترك دمي على الارض. خالي هالحكي مو صح. ليه صح وغلط؟ ما بيكفي انك بتفتح حضنك لواحد ما بيسوى قرشين يا سيد مراد. خال كاظم، إذا ختيرت وخرفت مثله هيك ابقى قوصني. يا بدك تسلمني هذا مورو اليمين، ايده اليمين، اليمين. ما دام ما عندك ثقة فيني يا خال قوصني. شو هاد؟ لك انت شو عملت؟ اهدى شوي اهدى. كيف بيسحب سلاح على المعلم قدام عيونك؟ فهم بقى مماتي. ضرب الاسعاف. فوت خال فوت. انت بخير معلم؟ مماتي اوعى تخرب لنا اياها. انا قلت له الو ليش؟ بعتوا سيارة اسعاف على السريع. اكتب العنوان عندك. معلم مراد على مدار غرقان بدمه. الخال وصل؟ ماشي. معلم خليل إبراهيم قابار قوص مراد على مدار. ماجي الإصابة خطيرة. هذا أحلى خبر اليوم. اللي بيقوصوا العدو بيصير بطل، واللي بيقوصوا الصديق بيصير سافل. خليه يموت سافل. وانت بدي اياك تجيب لي خبر موته بسرعة. عملت هجنان. شكرا بماتي. لا تواخذني معلم، بس في اختراع اسمه درع. بأي لحظة ممكن يطلع قدامنا عدو، وحتى بين أصدقائنا بيطلعوا. لا تكبرها بماتي.
يلا على مهل شوي شوي. ما بدي حدا غير أوسو جوا. ماشي، غرفة العمليات هلأ جاهزة وعم يستنوك. تركي، بدي فريق خاص بالغرفة. عنا رجال نثق فيهم 100%. طبيا؟ طبعا في. ما بيدخل ولا حدا لجوا يا حسني. أمرك سيد ميماتي. انتوا اطلعوا لبرا. لا تقوم، انت شو عم تعمل؟ اسمعيني، ما رح فوت العملية لبعد ساعتين، بس اوعك جماعتك يقولوا اي شي لحدا. ما بتقدر بحالتك هي. ضروري معلم، ساوي العملية وانا بروح بأوز جاويد. عم قلك انه الكل لازم يكونوا قدام عيونهم، حتى انت. اسمعني شوي، اذا ما فتت على العملية دغري ما بتعيش اكتر من ساعتين. النزيف بده يموتك. معناتها وقفي لي النزيف. هالشي مستحيل. أوسو أنا بدي موت. خيطي لي هالجرح هلأ وخليني أطلع. خليل إبراهيم قابار ومراد علمدار كانت تجمعهما صداقة قديمة، ولم يعرف لماذا أطلق خليل الملقب بالخال النار على علمدار. وحسب شهود العيان فإن قابار يعتبر مراد مسؤولاً عن مقتل زوجته. خليل إبراهيم قابار مفقود الآن بعد إصابة علمدار برصاصة واحدة كادت تودي بحياته. معلم، طيارتكم بالمطار وعم تستنى، تتفضل. ما في داعي، ماني رايح اليوم، ما بقي في سبب حتى روح. ما حلوة ما أحضر جنازة عالم دار يا عزيزي. مخدر خفيف لحتى ما تتوجع بالخياطة. لا ما بدي. ما في شيء، انصاب بإيده وهلأ هو بالعملية. الحمد لله. تهي ماما، تهي نقعد. عود شوي بابا، اهدي شوي. تعال أخي، عن جد الخال أوصل؟
مزبوط. شوفي يا ابني، ليش حتى يقوصه؟ شوية مشاكل بابا عمر، بس يطلع المعلم هو بيحكي لكم. عن إذنكم السيارة جاهزة؟ جاهزة معلم. كل دقيقة بتمر بعد ساعة من هلأ بيكبر الخطر عليك سيد مراد. رح حطه ببالي. يلا ميماتي، بالسلامة معلم. قديش بدها العملية وإمتى رح يطلع؟ ما بنعرف لسه. ما قلت لك ما بتخلي حدا يفوت لهون يا حسني؟ حضرتك شو في إلك شغل هون؟ راح تعمل عملية؟ أنت دكتور شي؟ أنا عم قوم بواجبي. بلا واجب بلا بطيخ، الكل بده يقعد عاقل، وبدكن تدعوا يطلع مراد علمدار من العملية صار سليم، وإلا بدي أحرقكم بالبنزين. روح. يلا ليش طالع من الأمور؟ كله برا ولا خلنا لبرا. ماو يلا يلا بعد الكاميرا يلا بعد بعد. هلا بتجيكم شلون؟ يلا يلا لا ترد على حدا، خليك عم معلم. بدي اجي معك. لا عبد الحي،
ميماتي. لا بقى تذكري هالاسم على لسانك. شوف لي هالرقم لمين بسرعة. حاضر معلم. ميماتي شوفي، غمزة اتصلت من رقم ما بعرفه. في البولوت، انت اللي كيف بتكذب علي انت ولا ها؟ انت لا تحكي ولك. اسمعني، تعال عندي، تع انا قتلت غمزة من شوي، تع مشان تدفنا. قلت لك سمعت صوتها بإذني. معلم الرقم لفؤاد تترقغلو. ميماتي طول بالك. ميماتي لك وين رايح؟ ها ليكن اجوا، شغل الكاميرا. كاظم اطلع ورا. يلا Thank you.
شو صاير؟ قلت لك يا جوي. غمزة على المشفى. حاضر. ما
طلع فيني، ما عرفتني؟ ما عرفتك، ما عرفتك. راح خليك تعرف، راح تتذكرني. وهلا مين أنا؟ ميماتي، بكفي، أنا انضفت خلاص. المي ما بتقدر تنظف وسخك. ما في غير الدم بنظفك. بدي يكون بهالدنيا. يا حلو بيك. فؤاد بيك انتحر معلم، مع الأسف خلص خسرنا. Oh, my God.